أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف الثامن في تعريف سريع لأبرز ما سنتناوله في السنة الثالثة لمادة اللغة والأدب. قبل أن أبدأ بتعريفكم بالمحتوى، لابد أن أعرف عن نفسي، فأنا المعلمة بيان جابر، سأكون إن شاء الله الداعمة والموجهة لكم خلال هذه السنة الدراسية، ولكن تذكر أن ذلك لن يكون ناجحاً إلا إذا بذلت القليل من الجهد، وربما تحتاج بعض الأحيان إلى الكثير الجهد، العمل والمثابرة للوصول إلى النجاح. أهدافنا اليوم في هذا الفيديو: التعريف بمحتوى كتيب اللغة والأدب، السياقات العالمية لكل وحدة من هذه الوحد، وموضوع كل وحدة، ومحتوى وحدات الكتيب بالتفصيل. سأتحدث عن مادة الفصلين، الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني. كما تعلم، فإن مهارات اللغة كثيرة، منها القراءة ومنها الكتابة ومنها المهارات اللغوية، الاستماع والتحدث، وهذا ما سنحاول أن نشمله بموضوعات اللغة والأدب المختلفة. فمهارات اللغة كثيرة، والمهارة الأولى أو الفن الذي سنبدأ به هو فن المناظرة، وسيكون مادة نظرية حيث سنتحدث عن أنواع المناظرة، عناصرها وأسس كتابتها. وهذه المناظرة ستتمثل في نصوص مقروءة، حيث سيكون هناك حوار بين السيف والقلم، حوار بين الجهل والعلم، وحوار بين العالم والشاعر. أما كتاب اللغة العربية، سنتناول منه نص رواد الفضاء والمهارات اللغوية، منها الفعل الماضي ومقاطع مرئية كبرنامج الاتجاه المعاكس. وسيكون هناك قواعد الجملة الفعلية والفعل المضارع أيضاً، وقصيدة أردن أرض العزم. المفهوم الرئيس الذي سنركز عليه في هذه الوحدة هو المنظور، فكل إنسان ينظر إلى الأمور من وجهة نظره. فأحياناً ترى مثلاً، لأبسطها لك وأبسط هذا المفهوم، السيف والقلم تتمثل بمفهوم القوة والعلم، يعني السيف يعبر عن القوة والقلم يعبر عن العلم. من منظورك من تجد أنه يفيد الإنسان أكثر، السيف أو القلم؟ ما رأيك في ذلك ولماذا؟ فستنظر إلى هذا وتعبر عنه بشكل مختلف عما سيعبر عنه آخر. طبعا ستدعم رأيك بالحجج والأدلة والبراهين لتستطيع إقناعه. أما السياق العالمي هو التعبير الشخصي والثقافي. الوحدة الثانية وهي بعنوان فن القصة في قصص الشعوب، وسنتناول بداية مادة نظرية لأنواع القصة وتقنياتها وطرائق تحليلها، وسنأخذ نماذج قصصية متنوعة، منها قصة تروى الرياحين للدكتورة مي بنات، وقصة نظرة ليوسف إدريس. أما كتاب اللغة العربية المنهاج الوزاري، سنأخذ منه قصيدة فلسطين وقصيدة موطني وصاحب القرار. السياق العالمي الذي سنتحدث عنه هو الاتجاه من حيث الزمان والمكان، والمفهوم الرئيس هو الإبداع. الإبداع أقصد به أنك ستبدع من خلال تحليل هذه القصص، كتابة نهاية أخرى لهذه القصص، تغيير نهاية هذه القصص، إضافة شيء أنت من خيالك وإبداعك لفن القصة، لذلك هو الإبداع. أما المهارات اللغوية التي سنتناولها هي فعل الأمر، الفاعل، مراجعة الأفعال، وسيكون هناك مقاطع مرئية من الرهان، مسلسل مرايا، ابن الملك وأصحابه.
ننتقل إلى موضوعات الفصل الدراسي الثاني، وهي الوحدة الثالثة بعنوان الجذور الخضراء، حيث سنتعلم فن الرواية من خلال مادة نظرية تعريفها وأنواعها، الأسئلة المرافقة لكل جزء من أجزاء الرواية، المدونات الإلكترونية، وسيكون هناك رواية كوخ العم توم. المفهوم الرئيس الروابط، العلاقات تربطنا بمن حولنا علاقات، لكن العلاقات هذه مختلفة، ستحدد أنت نمط هذه العلاقات. السياق العالمي، ستكون أيضا الهويات والعلاقات. ولا تنسى أنك ستخرج من هذه الدروس بسمات متعلم البكالوريا، فستكون مجازفا، متواصلا، مهتما، إلى غيرها من سمات. أما ما سنتعلمه من كتاب اللغة العربية فهو درس المستشفيات عند العرب، المهارات اللغوية، المفعول به والفعل المعتل، ومقاطع مرئية متعددة كخواطر تحديدا أرض العنصرية الرخوة، ملخص كوخ العمتوم، وصور نادرة للعنصرية ضد السود في أمريكا في الستينات، حقائق عن العبودية في أمريكا. الوحدة الرابعة هي فن الإعلام، حيث ستكون بعنوان نحن والعالم. سنأخذ مادة نظرية حول فن الإعلام، أسس المقابلات، سنتعلم كتابة التقرير والخبر، كتابة مقال صحفي، سننظر إلى مقابلات عدة، وسنتعلم كيف نجمع المعلومات ونعد مجلة ثقافية، نحلل مقالات وأخبار من صحف يومية، وسنقوم بإعداد مدونة إلكترونية حول قضايا معاصرة. سيكون المفهوم الرئيس لهذه الوحدة هو التواصل، والتواصل أعزائي الطلاب يكون بطرق مختلفة، فقد نتواصل مع معلمتنا من خلال النظر، من خلال قراءة ما في كتيباتنا، من خلال مشاهدة مقاطع مرئية والاستماع أيضا. أما السياق العالمي هو العولمة والاستدامة، وأقصد بالعولمة هو السمات المشتركة في جميع العالم، والاستدامة هي استمرارية هذه السمات. أما مادة كتاب اللغة العربية المنهاج الوزاري هي قصيدة في مدخل الحمراء، المهارات اللغوية، الجملة الإسمية، الأسماء الخمسة، الأعداد المركبة، والمفعول المطلق، مقاطع مرئية حول الإعلام والتفريق بين الخبر والتقرير والمقال الصحفي، ومقابلة زاهي وهبة للشاعر تميم البرغوثي، نشرة إخبارية، ومقابلة مع أحمد الشقيري، وتقرير عن عمالة الأطفال، ونص استماع بعنوان الذكاء. كان هذا أبرز ما يتعلق بكتاب التربية الإسلامية وموضوعاته. أتمنى أن أكون قد قدمت الفائدة، وطاب يومكم بكل أمل وحب.